صغيره هذا ماشي حاجه توقع دورها صافي اخويا باش اصبر امي انت اصبر اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من ويستلان نواحي مدينه مكناس. اليوم في هذه الواقعه الغريبه والغريبه جدا، لانه بعد وصولنا الى هنا وبعد اتصال الاخوان صاحب المسكن وعدد من الاخوه هنا حول واقعه تنفيذ حكم بافراغ السيد اللي امامنا الان من ملكه، نعم 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 احنا غادي من الملك ديالو اللي اشتراه من عند هذا السيد اللي قدامنا سنه 2009 بموجب عقد بيع وشراء يعني بالتراضي وبالموافقه. اذا ومن بعد سنه 2013 كيوقع واحد المشكل كيوقع للسيد اللي باع المنزل، انه تم يعني تم اعتقاله على خلفيه واحد القضيه اللي كان فيها هو وسيط في عمليه بيع وشراء للتمور وغيرها من المواد. اذا به كيتفاجئ كيلقى نفسه انه في وسط واحد العمليه ديال النصب اللي كبيره واللي راح ضحيتها وقضى فيها واحد الحكم ديال 8 سنوات، لكن كما قال هو وكما جاء اللسان ديالو 8 سنين ماشي مشكل، مشات من العمر ديالو. مع العلم اننا كنتكلموا على جندي سابق واللي كما كتقول الزوجه ديالو كان الرمله حتى هي. اذا به كيدوز 8 سنوات ديال الحبس والان كيخرج من السجن عايش في المنزل اللي كيكتريه من عند السيد اللي شراه اللي باعه ليه. كيلقى راسو انه مطالب انه بتنفيذ حكم ديال الحجز على المنزل والافراغ ديالو من المنزل. اليوم كيتفاجئ بحضور السلطات ورجال الامن باش غادي يخرجوه من الدار اللي هو واخدها من عند يعني ماشي في الملك ديالو، وان الحكم جاي لتنفيذ واحد الحكم على هذا السيد اللي قدامنا اللي داير العالم الوطني الان، تنفيذ عليه واحد الحكم اللي كيقول هوايا انه هو ما كيملك حتى شي حاجه وجايين يحجزوا عليه في الوقت اللي هو ما كيملك حتى شي حاجه. مزيد من تفاصيل في هذا الملف هذه وفي هذا الملف اللي غريب صراحه وهذه الواقعه الغريبه غنسمعوها على اللسان ديال السيد اللي باع المنزل في سنه 2009، وكذلك كيحضر معنا حتى المشتري ديال البيت واللي بيناتهم علاقه ديال صداقه واخوه اكبر من انها عمليه بيع وشراء وخير واحسان. والان غادي نسمعوا الواقعه من على اللسان ديال الحاج شنو وقع بالضبط، تشرح لنا شنو وقع بالضبط في هذه الواقعه هذه وكيفاش تجاهد الافراغ وكيفاش جاهد الحجز. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الله يسار سيدنا ويسار مولانا الشيخ ويسار أمنا الملكية كاملة ولي الحسن، نطلب الله يحفظنا سيدنا من الأمراض ديالو ويغلبو على من عداه. الواقعة اللي وقعت لي أنا قال لي مشكل، داك المشكل يعني بريء منه وسميتو مديت لها هاد المشاكل هذه كلها، مديت منها لا ريال لا جوج. أنا كنت وسيط عادي كما كيتوسطوا عباد الله الناس، كلشي كيدير سماطرية وكلشي. وداك فاش أنا دخلت في هاد القضية ديال التمثيل عادية، مشيت مع داك الناس توسط ليا، كنقسم بالله العظيم العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنا لا عندي حتى حاجة، ما ديت معاهم حتى درهم. وفعلا الهضره كنحلفها ونعاود نحلفها، ما ديت حتى 10 دريال، ما ديت حتى درهم، ما ديت حتى 100 دريال، حتى 1000 ريال، حتى 20000. وصدقت تورطت فيها، انا كان عندي الفلوس وسميتو وكان عندي الفلوس انا وسميتو المحاميه، غندير محاميه انا حاجه. انا الناس اخرين هذوك الناس الاطراف اللي كانوا معايا كيدير ثلاثه د المحامي، داو الفلوس هذوك اللي دار ثلاثه د المحاميات كان يدار جوج، انا ما ديت حتى والو، ما ديت لا ريال لا جوج. وسنة سميتو سبتها الله سبحانه وتعالى دوزتها
نعتذروا على هذا الانقطاع الخارج عن الاراده ديالنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. كمل لنا الشريف زيد. بالنسبه دوس هذا 8 سنين 8 سنين دوس سفعه وكاشا. نعم دوس سفعه وكاشا يعني دوزتي الحكم القضائي ديالك خرجتي زيد. دوزت الحكم القضائي ديالي دوزت سفعه وكاشا جيت للمكناس عطاوني عفو الملكي نقسم داك التنسيق نقص لينا انايا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. نعم هذا هو المشكله. ملي جيت كنخرجت انا كنت في اوكاشا ملي كنت في اوكاشا ما كتجيش المراه كاع في الزياره ما عندها باش غتجي ما عندهاش. وانا المراه مسكينه قالت لنا انه نهار تشديتي مخلي لها 20 درهم ورمضان ما عندهاش باش تجي. ها مول الحانوت كليت الكريدي انا داك الشيء اللي كنصور صورت في كارن هذاك كتعرف التمصيرات كيفاش كيدير نهار كيصوروا نهار ما كيصوروش وبقيت في اوكاشا اوكاشا عاوتاني كتجي المراه من كتجي من الرافعه كتجي عندي الناس كيدخلوا 20000 30000 في نقطه. اسمح لي الحاج غادي نسولك واحد السؤال. الدار شمن وقيته بعتيها؟ الوقت الدار اللي بعتها انا بعتها في 2009 هاد الواقعة اللي وقعت لك وهاد المشكل والسجن ديالك اش من وقع توقع؟ 2013. اذا دابا انت هاد الدار في 2009 ما كتملك فيها والو. 2009 هاد الدار هادي انا بعتها للسيد هذا ومن بعد ملي بعتها للسيد هذا الله يكثر خيره صديق ديالي صديق من الناس المقربين مقرب. نعم. صديق ديالي من زمان وعارف الظروف وعارف كاش علاقه بيني وبينه قال لي هذاك الدار غتسكن فيها وعطاني وكاله بنا نسكن فيها بقيت ساكن ومن بعد وقع لي ملي جاو كينفذوا بين هاد السيد هذا كان وقع حكم انا ما فراسو ما يتعاود ما فراسوش حقاش انا ما علمتوش حقاش انا ما رضيتش نقول كنت ربما غندير شي حاجه غندير شي محاوله حتى كيتفاجئ فاش ملي وقع لي ما لقيتنا نقول شيت رونديت لو كونت قلت له ودي الله يجزيك بخير انا ها المشكل اللي وقع لي مشكل قال لي علاش ما قلتيش شحال هذه قلت له ودي انا ما قدرتش نقول لك هذا هذه قال لي خصك على هذا خصك ما رضيتيش ما رضيتش ولي قال لي تقول لي قال لي دابا قلت جديد معطل ودابا اللي قال هو هذاك ومن بعد فاش قلت له قلت له اخ معطل ايوا من بعد عاد دابا حنا في اليوم دابا شنو القرار اللي دابا طبق عليك؟ دابا القرار اللي طبق عليا جات السلطه المحليه كدير افراغ لهذ الدار هذه وانا السيد دار فيها خير الله يكثر خير الله يجزيك بخير. وهذا هذا الحج كنطلب الله من أبلاش أبلاش. الملك محمد السادس الله يسره والله يطولنا في عمره هو اللي شفنا دخلنا في هذا الشيء هذا ولكن هذا المشكل هذا انا بريء منه ولكن المشكل هذا المشكل هذا هادو ظلموا عليا الناس عندها فلوس هما اللي داروا عليها التعمار هذا الناس اللي عندها الفلوس راه كدوز ما عندهاش فلوس نيتو عمروا عليا كل شيء عمروا عليا المشاكل كامله انا بريء من هذا الشيء هذا ما ديت لا ريال لا جوج كنقسم بلا اله الا الله محمد رسول الله ما ديت 1000 ريال ولا 10 ريال ولا مليون ولا 100 ولا 10 ولا شي حاجه ولكن هادشي لا حول ولا قوه الا بالله اللي دا الفلوس مشى بحالاته وبقى كيدافع على راسو. دابا هاد الحجز الفائده من دابا من غتحجز هاد البيت من غيتحجز لمن غيتعطى يعني هاد البيعه باش باعوه ب 40 مليون ولا هاد الفلوس اللي غتدخل لمن غتمشي؟ شكون هاد موالين الحقوق؟ واش عارفهم انت؟ لا ما عارفهمش انا هادو اللي متابعينك باقيين متابعينك الان وكيطالبوا بالحقوق ديالهم. سميتو هذا كيتابع الحقوق ديال هذا سميتو كيقول له بلاش السميه بلاش السميه الله يجازيك واحد الشخص في كازا في كازا. نعم واخا غادي نسمعوا مول الدار السيد اللي شرى من عندك دابا انت هو اللي بعتي ليه غنسمعوا الكلمه ديال السيد اللي شرى من عندك حتى هو نعم جاتك السيد هذا السيد ديال 200 مليون وربيع ما خديتي منها والو درنا المحاميه الاولى السيد ديالاش؟ 240 مليون اه جاتنا 240 مليون واش بان لك هاد الدار هادي ديال 240؟ دابا ملي خديتي 8 سنين ديال بلاتي باش نفهموا واحد القضيه خديتي 8 سنين ديال الحكم 8 سنين سجن النافذه وشحال ديال الغرامه؟ الغرامه داروا 60 مليون 60 مليون دابا هي الاول داروا له 240 60 عرفت تحكمت وترصات خلاو له 60 في الاول تحكمات 240 مليون وفاش داز 60000 واقيله عاد بقات 60 فاش جاتنا الحجز جات 240 مليون 240 مليون وفاش تحكم هو وتحكمت عليه خلاو له 60 مليون جلسي لاله جلسي جلسي باش نسمعوك حتى نتوما ناخذكم يعني باش تعطيونا يعني تفاصيل حلوه لان هذا الملف صراحه غريبه هذه الطريقه باش غادي يجمجم هذا الحجز هذا وبهذا الشكل هذا يعني الدار مبيوعه وتجي تحجز
10 ايام وهذه 10 ايام اللي خرجناها ما جات. ما فرصنا ما تعودناش، ما فرصنا لا لا بيع لا شراء لا هذه لا هذه، ما فرصنا حتى شي حاجه. حتى جا قال لك نهار اثنين طفى جات كان فاجئ بهذه المفاجاه هذه. ما عرفناش شنو كاين، حنا حقاش عندنا حنا محاميه دايرين كذا ما فهمت انا. واخا ناخذ صاحب البيت، ناخذ السيد مول الدار حتى هو يعطينا الكلمه ديالو. خذ الشريف في الميكرو، خذ ريح الحاج. اخلي وهذا هذيك واجب علينا كاملين. اعز حاجه عندنا في البلاد الحمد لله هي الرايه ديالنا. نعم 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 يا سيدي. هذا ملي جا عندي السيد، هذا السيد شري شي من عنده شمن سنه؟ 2009. قرب الميكرو شويه عندك عافاك. 2009 شري شي من عنده هاد الدار هادي. بشحال شريتيها من عنده؟ 40 مليون. خلي نعم نعم. كتصرفوا بيناتكم، بيناتكم صداقه واخوه، هادشي نقولوا ديز. النقطه الاخرى هي ديال هاد الدار نورمالمون دابا بسميتك بحكم وراق، بحكم عقد ديال الشراء والمسائل. كلشي على سميتي هذا. نعم. كلشي لا الدار لا كلشي يسكن فيها ولا يكبر راسه ولا. خليتي ليه وكاله ولا بانه يسير هاد الدار؟ وكاله. نعم. هادشي كيبقى بينك وبينه، يعني بعيد على المحكمة، بعيد على المسائل، ولكن حنا بغينا نفهموا شنو هي هاد الحجز هذا اللي جات تحجز على هاد الدار هادي. اشرحوا لينا. جاو من البلدية وجاو وبغا يحجزوا يديروا الحجز، قال لك 60 مليون. المحكمة. دابا الدار ساوية، هاد الدار ساوية 60 مليون. ساوية 60. داروا لها 40. داروا لها 40 مليون هاد الدار. الدار قدر سميتو النهار ديال النهار ديال الدار راه دوطاج، راه فيها جوج طوابق وثلاثه الواجهات. هاد الدار دابا هادي هي كدير 80 مليون، داروا لها هما قالوا لها سميتو 40. نهار فاش داز في المزاد داز في المزاد داز في المزاد جا داك الخبير عطاها 40. جا 40 مين داز 40 سميتو فاش زادو زادوها بثلاثة ستين ألف ريال. هذا هو المزاد. جا الخبي عطاها 40 وما زادو سميتو 60 ألف ريال ودوزوها وباعوها وشبعاتو. ما فرصت ما فرصت ما يتعاود كاع. أنا ما فرصي ما يتعاود. ما جاتنا لا سيد عام، ما جاتنا لا سيد عام، لا سيد عام ديال سميتو، ما جاتنا لا استدعاء ديال التبليغ ما حتى حاجة، وما سنينا لا حتى حاجة. يعني المحامي كنصونيو عليها ما تتجاوبناش حتى نهار الجمعه بالليل تتقولنا راه 52. خمس مشى عندنا المحاميه الاولى، خليها لي الثانيه. اللي كنهضر كنا على الثانيه الاولى. عطيها الميكرو، عطيها الميكرو عافاك باش تسمع. الاولى ما دارتش خدمتها. نعم خذ الميكرو، خذ الميكرو، خذ الميكرو، خذ الميكرو. نعم زيد كملنا سيدي. بالنسبه حنا الحجز، حقاش الدار، حقاش فاش يحجزوا الدار، حقاش الدار هذه عندنا حنا بعناها في ميتو ب 41 من زمان. والدار كدير 80. وحقاش هذا الصديق ديالنا حنا بعنا له الثمن ديالنا ديال الصديقه. وتيعيط لينا كيقول لنا راه الدار غادي تباع. وفاش سميتو الدار هذه كدير 70 80 مليون. واش دابا هذه الدار تصورها وشفنا خويا واش الدار كدير. نعم. كدير 40 مليون. داش المزاد ب 40. اذا الان باش كطالبوا سيدي؟ كنطالب انايا هو اللي خصو دابا اللي خاصو يطلب نورمالمون هو مول الدار، لانه انت دابا غير ساكن مع عند السيد، انت غير كتسير هاد الدار هذه. الدار مسيرها ساكن حتى يدير لها تيدير لها تاوي رخام نرد رزقكم. نعم. شنو كطالبوا سيدي؟ كنطالبوا سيدي عيطوا نعمرو راك عارف شنو كاين، ونليرد شويه بشويه رجل المسيد ديالو. حنا يا خويا نورمال مخصو دابا نورمالمون دابا يعني خاصو يطبق القانون كما كنقول، لانه دابا الرقم ديال الدار ديالك انت شحال الرقم ديال الدار اللي شاري من عند هاد السيد؟ حقاش الدار النهار الاول كانت 17، النهار الاول كانت 17. هادي 17 كانت النهار الاول، وتبدلوا الارقام وتبدلوا الارقام ولات 19. الارقام دابا تبدلوه لوجيك تبدلوا هنا الارقام هنايا كانت 17 ورجعت 19. هذا هو المشكل اللي كاين. لا قال لك اسيدي هذه 19، هاهم نسولو المقدمين، نسولو كدا يشوفو واش هذا واش هذا الارقام كانوا نهار الاول كان هذا الرقم ولا ما كانش. نعم نعم
خويا ملي كيجي الافراغورس ما كتجيكش شي استدعاء، ما كتسني لا حتى شي حاجه، ما كدير والو، المحاميه ما خابره لنا حتى شي حاجه، هما ما خابرين لنا بوالو. جي تيقول لك افراغ، جي للبوليس. والتبليغ ديال المزاد، فين هو التبليغ ديال المزاد؟ خويا بغا ينقذ المفتاح، ما كناش شديناه، يد اللي بقى شاده كله في الزنقه شاديناه. كاع كله غينتحر، قال لك لا ما خرجش من هنا، بابا يحاول، حنا ما في خبرناش، حنا الاولين راه تصدقنا. بعت بلاد با وبعت بلاد جدي وبعت دعابي باش تركت معاه، هو راه غير الارض انا اللي بنيت. المحاميه اللي كانت مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا وكما سمعتوا من خلال هذه الواقعه اللي واقعه حتى الشريف اللي كتشوفوا قدامنا الان وكتسمعوا الافراد ديال الاسره، لا الزوجه ولا الابناء ديالو، الابن ديالو اللي عرض نفسه كما قالت الاخت ديالو الان، كان يعني بغى يتلاح من الشرجم يعني الله يحسن العوان، حاله هستيريه، فالله يحسن العوان. ولا كيشوف فوق تبعتي لي دارهم فوق دارهم، فهي صعيبه شويه. ولا خرج خايب ديال حدا اخر خايب ديال زقنا. نعم هي صعيبه شويه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنتمناو ان الناس ياخذوا يعني المسؤولين ياخذوا هذه المعطيات الجديده اللي كنسمعوا الان على اللسان ديال هاد الناس هادو، لا السيد اللي باع الدار ولا السيد اللي شرى الدار مول صاحب الملك، انه يتخاذ بعين الاعتبار هذا الشيء، ويتخاذ انه تخاذ الحاله الجانب الانساني والجانب اللي يعني الاجتماعي اللي فكر فيه هذا السيد مول الدار، اللي واخا شرى السيد من عنده فراه خلاه ساكن هو وليداته، فالسيد راه عنده 8 ديال الوليدات، يعني راجل راه مسن ما بقاش عنده فين غادي نلوحوه للزنقه ولا غادي يخرج هو ووليداته للدار اللي هو متقاعد جندي سابق. فكنتمناو انه يتشاف بهذا الموضوع بالعين ديال الانسانيه وبجانب انساني، لانه ما يمكنش نشردوا هذه الاسره هذه، لانه صراحه احنا الان مع هذه الوليدات ومع هذه الناس احنا داخل البيت الان وكنشوفوا يعني الحراره اللي عايشين هاد الناس، فراه هاد السيد راه حتى هو راه يعني مريض بالسكر، راه ملي كيدوي معنا هو كيشرب في الماء مسكين، يعني واحد الحاله يرثى لها. كنتمناو ان المسؤولين والجهات هنا الوصيه على هذا الملف هذا انها تاخذ هذا الجانب الاجتماعي، وكذلك يتم البحث في هاد في هاد في هاد النازله هذه، لانه كنشوفوا ان المنزل مبيوع في 2009، السيد وقع عليه المشكل حتى 2013، يعني الحكم غيكون صدر حتى 2014، يعني وهاد المقتضيات اللي جاب بهم الحكم ولا هذا الشيء اللي جاب به الحكم، سواء السجن سواء الغرامه الماليه، راه خاصها تطبق على السيد اللي واقع عليه المشكل. فمول الدار ما عليه والو، ما خصوش تحزج لاملاكه لانه ما مدوز لا حبس ما مشارك لا في حتى شي حاجه. لهذا كنتمناو انه هذا الملف اللي فيه شويه ديال الغموض، صراحه كاين الغموض، كنتمناو انه الجهات الوصيه تدخل على الخط وتم يعني يتم وكدائما اؤكد عليها انه يتخاذ الجانب الاجتماعي والجانب الانساني في هذا الملف هذا، لانه الان كما جاء على اللسان ديالو فهاد السيد كما قال لك انا وقع الغلط وقع المشكل، تحملت المسؤوليه ومشيت دوز السجن ديالي ما عنديش المشكل، ولكن باش يتحيد لي العش ديال وليداتي اللي ضربنا عليه تماره واللي ما عرفش يعني. الله يحسن العوان. الانسان راه كيجري في الدنيا كامله باش يدير لوليدات فين يسكنوا وفين يعيشوا، فهاد السيد الان فما عنده لا باش لا ما يقدم لا ما ياخر، في انتظار يعني في انتظار حل اللي ممكن انه يكون يعني حل يكون واقعي وموضوعي، اللي غادي ما يخليش هذا السيد الان عايش في هذه الحاله الهستيريه اللي كنشوفوا فيها مسكين. فراه الله يحسن العوان والله العظيم، الا من دخلنا للبيت ديالو وهو واقف ما عارف راسه واش يزيد لقدام ولا يرجع للور، لانه هذا الشيء شويه صعيب وصادم. كنتمناو انه يتخذ بعين الاعتبار هذا الشيء ويتم يعني فتح تحقيق في هذا الباب هذا، ويعني كل وياخذ كل واحد ياخذ الجزاء ديالو ويرجعوا الحقوق للمواطنين.